على كل حال ليس ما يكون اجى دكتور غاني وشريف. اسمح لي على حكي شريف تفضل. ايه ايوه هلا بتشوف شو ممكن يغير بالدم. هلا يعني انا اريد ان اقول ان كلام الائمه لما بيحكوا الائمه بيغيروا بيشفوا بيداووا بقوموا مفلوج. كان المسيح يقول لمفلوج احمل فراشك وامشي فينهض. اذا معناها معناها العلم العلم كيف بدنا نقول المريش العلم المريش بالايمان العلم المريش بالطهر. لا لا تفضل تفضل احكي بالاول انا جاي. ايه شريف تفضل خلص. بس انا بدي احكي من ناحيه اللغه الانجليزيه. ايه السايكولوجي علم النفس له اصول معينه عظيم. بس نحن نعرف في نواقل عصبيه نيرو ترانسميتر مسؤولة عن إذا بتخب بصير كآبة مثلا أو قلق. نعم علم يعني علم النفس له قواعد علمية. صح الباراسايكولوجي تعني نظائر علم النفس. نعطيك مثلا دكتور هي الغدة اسمها الغدة الدرقية اسمها الثايرويد لها وظيفة معينة. الباراثايرويد نحن بنسميها نظائر الدرق بس هي وظيفتها غير الدرق لها مهمة مختلفة تماما. فإذا أنا بقول سايكولوجي نحن على طول بنعرف السايكولوجي صح. اما الباراسايكولوجي يعني علم مقابل تماما علوم رباني مثل علوم اهل البيت. نعم علوم ربانيه. نعم نحن ما بنعرفها لانه مثقفين لا هذول لا هاجموا لا بس كلمه باراسايكولوجي الباراسايكولوجي ليس لها علاقه بعلم النفس عمليا. كلمه بارا مثلا بالمستشفى دكتور هاجر عنده قسم جراحه اسمها السيرجيكال ديبارتمنت. اذا في مكتبه بالمستشفى الباراميديكال. اذا في قسم تعقيد بنص الليل باراميديكال بس مختلفة يعني ما لها شغل ملحق بالميديكال. عرفت كيف؟ يعني لحالة لحالة. طيب البارا البارا ثايرويد نزلتي مثلا افرض انا بزيد كل ست دم الثايرويد له وظيفة ثانية تماما بس اني مقابل بعض جيران هيك. فالبارا تعني جار او نظير ايش بالعربي. بتريد نقدم هدية للاطباء ونأكد له تمام التأكيد ان هذه الباراسيكولوجي موجودة في حواسهم ايضا وبيتلقوها بسيالات بيقولوا ما بعرف جاني الهام جاني الهام. لمن كشف الله عن قلبه ما في نملة ولا نحلة الا الله رابط فيها سلك ماء. النملة تبسم سليمان ضاحكا من قولها بعرفها حلوة تعرفها ما هيك. وشو بعدين مشان ابتسامة سليمان اللي كان اتبسم بس حق الابتسامة أخذت سورة النملة تسمت باسمها مش باسم سليمان. يعني البشاشة التي ولدتها النملة لسليمان صار وادي النمل إلها وصارت سورة النمل سورة النمل مش سورة سليمان. ليه؟ لأنه حق البشاشة التي خلقتها الكلمة كلمة النملة ووعي سليمان لهذا الأمر. النحل ماذا يفعل النحل كمان؟ ايضا اوحى ربك لا. وبالتالي هؤلاء الاطفال الخلايا التي في الناس كلها مربوطه بربها. في تدبير الممالك للشيخ بن عربي الشيخ بن عربي كمان بيحكي عن صاحب الزمان كلام لم اسمع باحد في الدنيا تكلم عن صاحب الزمان كما تكلم عن صاحب الزمان ويعتقد جازما انه ما جاء الى الارض اكمل من صاحب الزمان ولذلك أنيط به ملء الارض عدلا. هذا رأيي. فالشيخ ابن عربي بيقول الله يتولى في تجليه الأول للإنسان في الرحم عندما يكون عاجزا عن كل شيء.